ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية في القطاع المحاصر والمستمرة منذ 10 أشهر بلغت 39,965 قتيلا على الأقل. وقالت الوزارة إنها أحصت بينما نقل أو نقل إلى المستشفيات 36 قتيلا خلال الساعات 24 الأخيرة حتى صباح الأربعاء. وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 92,294 إصابة منذ 7 أكتوبر الفائت.